قال الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. خلق الخلق بعلمه، ما معنى هذا؟ جاء رجل وأخذ قطعة لحم ووضعها في إناء وتركها، بعد فترة يعفن هذا اللحم ويخرج دود، فادعى أنه خالق لهذا الدود هذا الرجل. فجاء إليه رجل وقال: طيب، أنت الخالق لهذا الدود؟ قال: نعم. قال: كم عدده؟ قال: لا أدري. قال: كم الذكور من الإناث؟ قال: لا أدري. قال: متى يموت؟ قال: لا أدري. قال: ألا يعلم من خلق؟ إذن الخالق عندنا الآن الاسم دلالة مطابقة وتضمن والتزام، كل اسم من أسماء الله ننظر فيه هذه الدلالات، دلالة مطابقة وتضمن والتزام. الآن الخالق هذا الاسم ثابت لله، والاسم فيه صفة، نثبت الاسم لله ونثبت الصفة دلالة مطابقة، صحيح؟ وتضمن الاسم متضمن للصفة، فهو خالق، خالق اسم على مسمى، وتضمن الاسم داخله صفة، والتزام لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. نعم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا ما يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. نعم، قال: وقدر لهم أقدارا، قدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. نعم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني قبل أن يخلق الخلق علم أفعال العباد. نعم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم، وأمرهم بطاعته ونهاهم. ومع هذا أمرهم ونهاهم. إذن يريد يرد على القدرية والجبرية، يقول: خلق الخلق وخلق أفعال العباد وعلم من العباد عاملون، ومع هذا أمرهم ونهاهم وسماه مصلي وصائم وبر وفاجر. نعم، ولا تعارض بإذن الله. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نعم، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا الكلام من كلام العلماء، وعندنا أدلة من الكتاب والسنة. صحيح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، وما ربك بظلام للعبيد، وهديناه النجدين. نعم، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، بين فضله وعدله، فضل لمن أطاع وعدل لمن عصى. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: يخطئ من يقول أن هذا الدين الإسلامي دين مساواة، هذا باطل. الدين الإسلامي دين عدل. نعم، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، نقف. طيب، مرت ساعة الآن قريبا ساعة أو بقي شيء؟ لا، ساعة بالتمام. بالتمام، طب نراجع لو خمس دقائق. طيب، ولا تحسبها من الساعة. نعم، ماذا أخذنا؟ ها يا إخوانا الشيخ، ها يا رجل، دراستنا في العقيدة الطحاوية، سبب الدراسة. نعم، وسبب دراسة هذا المتن، سبب دراسة العقيدة، وسبب دراسة هذا المتن بالذات. نعم، ترجمة للإمام الطحاوي وللإمام أبو حنيفة رحمه الله وللإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله الجميع. نعم الشيخ،
نعم شرح ابن أبي العز الحنفي هو ذكر في أول الشرح أن هذا مختصر. نعم ونحن اليوم شو مطول هذا الشرح أي شيء. نعم قلنا تميز هذا الشرح أردنا أن نجتمع ونجمع هؤلاء من يعني يقول أنه على مذهب أبو حنيفة الشافعي يقول لابد نجتمع لأن الصحابة اجتمعوا على العقيدة لابد نجتمع عليها على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم المعصوم من عصم الله ولكن عندما نريد نرد نبين خطأ نسير على ما كان عليه العلماء. وأردنا بقراءة كلام الشيخ بن بانع الشيخ بن باز رحمه الله الجميع أن نتعلم كيف نتكلم إذا وجدنا أي شيء عن أئمة أهل السنة. طبعا المخالفين لأهل السنة أصلا لا ننظر لهم. نعم الترضي على غير الصحابة يصح إذا كان ليس فيه إشكال على السامع. تقول قال الإمام أحمد رضي الله عنه هذا ما يشكل لأنه معروف الإمام أحمد ليس بصحابي رحمه الله تعالى ورضي عنه ولكن هذا من باب واحد باب الدعاء. أما الصحابة من بابين أخبار أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وإن شاء ندعو الله أن يرضى عنهم باب الأسماء والصفات. قلنا باب الأسماء أضيق باب وأوسع منه باب الصفات وأوسع باب باب الأخبار. نعم قول القديم وقلنا القديم أحسن شيء نذكر هنا ماذا يقول يغني عنه الأول وهذا الكلام ورد عن ابن القيم وحتى لو ورد عن ابن القيم أو غيره من الأئمة نقول نأتي بما ورد في الكتاب والسنة وهذا أسلم نقول هو الأول. جزاك الله خير شيخنا. نعم بس نقطة يعني فضل. ينبغي يعني على طالب العلم أن يجمع مع دراسة كتب شيخ الإسلام في العقيدة أو كتب المتأخرين كشيخ بن باز وبن عثيمين في العقيدة كتب السلف حتى يزداد يقينا بالعقيدة وحتى يرد على المخالف الذي لا يقبل بكلام شيخ الإسلام ولا المعاصر. تمام وهذا الذي قلنا الآن عندما يذهب شرق آسيا يذهب إلى المغرب العربي إيش يصنع؟ لو تقول له قال شيخ الإسلام ممكن يقتلك فأنت تقول قال الإمام أحمد قال الإمام مالك قال الإمام أبو حنيفة قال أبو جعفر الطحاوي قال أبو يوسف رحمه الله قال الأئمة قال كذا 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 يقول أنت من أين من أين أتيت لي بهذه الأقوال؟ تقول هؤلاء أئمتنا الإمام أبو حنيفة إمامنا الإمام أبو حنيفة نرى والله هم يستغربوا أحيانا عندما تأتي إلى هذه المناطق وتقول حب أبو حنيفة من الإيمان سبحان الله أنت وهابي وتقول هذا الكلام هو يرى هذا لأنه هناك يعني إشكالات لديه في الداخل. والله أنا جاءني رجل في المسجد النبوي هناك ورأى كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية فقال أنتم كفار. قلت يا رجل قال أنكم ما تترحموا على الإمام أبو حنيفة. قلت تعال هذا كتاب التوحيد قول مفيد موجود وفتحت موجود. قال أبو حنيفة رحمه الله استغرب وقلت كذا وكذا وكذا ونقول كذا ونعتقد كذا. قال والله أنا ما أصلي خلف الشيخ الحذيفي أنا أكفر الوهابية ومنهم الشيخ الحذيفي. قلت تعال نذهب أنا وأنت للشيخ الحذيفي ونسأل عن الإمام أبو حنيفة. قال لا اقتنعت. قلت الحمد لله علك صادق. فأخواننا يعني الشيخ بن عثيمين أنا أعطيك مثال على هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أنا في المسعى في مكة في السعي يقول وأنا أسعى رأيت رجل يسعى كرمكم الله في نعليه والشيخ يرى أنه هذا ما يصح في المسجد الحرام فقال لهذا الرجل السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال جزاك الله خير اخلعني عليك. قال لا يجوز. يقول راح وخلاني. قال يجوز وراح. قال تعال الآن لابد من التنبيه. قال تعال. قال نعم. قال أنا محمد ابن صالح ابن عثيمين اخلعني عليك. يقول جزاك الله خير خلعها وضع هنا ومشى. اي صحيح. تقول هذا قال أنت تريد ماذا
تريد أن يرجع إلى الحق، تسعى بكل طريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه كافر، يقول لعمه، يقول يا عم. لماذا؟ حكمة في الدعوة حتى يرق له. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول يا أبتي، وما بالك تقول هذا قول فلان فلان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف الواسطية حتى نتوسط، ثم بعدها ارتفع بماذا؟ حموية، حموية حتى نحمي. ذكر في الحموية سرد أقوال الأئمة وقال والله لو يعني تعمدت أجمع كتب الأئمة في المعتقد لخرجت هذه العقيدة في مجلدات، لكن قصد أن يجمع كلام بعض الأئمة حتى نرد على هؤلاء ونرجع هؤلاء إلى المعتقد الصحيح. هذا سبب تأليف الحموية عند المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا الحموية فيها عقائد في داخل هذه العقيدة، عقائد داخلها، عقائد للأئمة، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباع الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.